علي إبراهيم من البصرة يقول: هل يجب الوضوء عند دخول المراقد المقدسة للأئمة عليهم السلام؟ الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرط لصحة عمل، قد تكون شرط لجواز عمل، وقد تكون شرط لكمال عمل. ثلاثة أقسام، اللي هو الوضوء، الطهارة من الحدث الأصغر أو الوضوء. متى يكون الوضوء شرط صحة أو شرط صحة عمل؟ الصلاة، الصلاة ماذا يشترط؟ يشترط أنها تكون متوضي أو متطهر من الحدث الأصغر. ما يصير واحد يصلي من غير وضوء، هذا شرط شو نسميه؟ شرط صحة. وعندنا شرط جواز اللي هو مس كتابة القرآن، هذا شرط جواز. الممتوضي ما يصير يمس كتابة القرآن، ما يجوز لهذا، هذا شو نسميه؟ هذا شرط جواز. وعندنا أيضا الطهارة من الحدث الأصغر تكون شرط كمال. مثل من؟ مثل الدعاء، الدعاء أو طلب الحاجة أو الزيارة، هاي شو يسمونها؟ يسمونها هاي شرط كمال. يصير واحد يطب زور، يطب للأئمة من دون وضوء، يطب يزور مو صلاة بس يزور، يجوز، لكن الأكمل والأفضل شنو؟ أن يكون متوضي. واحد يصير يقرأ قرآن من دون مس كتابة القرآن، ما متوضي يصير؟ يصير، لكن إذا يريد يحصل ثواب وأفضل ياه أنه يكون متوضي. طلب الحاجة، الدعاء أيضا كذلك، أيضا هاي كلها شروط كمال.